اجتماع هذا الصباح بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كان بخصوص تشبيك آلية تتعلق بمسؤولي التواصل العمومي بالقطاعات الحكومية. من المعروف أن المهام التي تطلع بهذه الوزارة هي مهام أفقية وتعتمد كثيرا على تعبئة الآليات ديال التنسيق وديال التشاور وديال تحقيق التقائيات السياسة العمومية. ومن ضمن هذه الآليات هناك شبكة الكتاب العامون وشبكة مديري الموارد البشرية. واليوم قمنا بإنشاء شبكة جديدة لأننا لاحظنا بأن التواصل العمومي اللي هو بعد أساسي اليوم في التدبير العصري للإدارات العمومية والترابية أن هذا التواصل بالرغم من وجود تجارب ناجعة وجيدة فيه إلا أنه غير معبأ بالطريقة أو بالكيفية المطلوبة، بحيث أن هناك تفاوت كبير في التجارب وفي النماذج الموجودة في القطاعات الحكومية، لا على مستوى الهياكل الإدارية، أحيانا هناك مصلحة مكلفة بالاتصال، أحيانا مديرية، أحيانا مجرد إطار يتكلف بهذه المهام إضافة إلى مهام أخرى. فارتأينا أنه قد يكون مفيد جدا أن ننكب على تشخيص الواقع الحال، يعني للممارسة التواصلية بالإدارة العمومية في أفق تطوير هذه الممارسة وتحقيق مزيد من الالتقائية والتجانس، نظرا لأنه لا يمكن تصور نجاعة لسياسة عمومية ولإصلاح الإدارة بدون هذا البعد التواصلي الذي يحقق التفاعل مع المواطن، اللي هو أيضا أصبح منتج للتواصل، لأن المواطن من خلال وسائل الجديدة والتقنيات ديال الإعلام والتواصل أصبح فاعلا في هذا الميدان، وهناك تنافسية شديدة، وبالتالي فالإدارة العمومية لكي تحقق المزيد من الانخراط والمزيد من الفعالية والأثر الإيجابي على المواطن والمرتفق والمستثمر لابد بأن تكون لها سياسات تواصلية فيها احترافية عالية. ولهذا فالعمل ديال هذه الشبكة غادي يكون أساسي، وإحنا استمعنا لتدخلات العديد من المديرين ورؤساء أقسام في وزارات مختلفة اللي حكوا على تجاربهم وعلى الصعوبات اللي كيوجدوها وعلى أيضا الابتكارات اللي كيقوموا بها في إطار المهام المنوطة بهم كبنيات داعمة للبنيات المهنية الموجودة في كل قطاع. إذا الاجتماع خلص إلى ضرورة مواصلة هذه الاجتماعات ديال هذه الشبكة من أجل وضع هذا التشخيص الدقيق والخروج بتوصيات ربما تخص الجانب التنظيمي والجانب التكويني للارتقاء بمهمة التواصل العمومي في الإدارة المغربية. مشاركة كانت اليوم في هذا اللقاء اللي كتنظمه وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من أجل تطوير التنسيق في مجال التواصل المؤسساتي بين القطاعات الوزارية الحكومية، وهذه البادرة جات يعني في إطار المخطط أو الاستراتيجية الوطنية اللي كتنجها وزارة تحديث الإدارة من أجل تطوير الأداء الإداري وتطوير الآليات الإدارية اللي كتمكن من جعل الإدارة في خدمة المواطن، وتمكن من إحداث شبكة تواصلية إعلامية اللي يكون فيها واحد التنسيق دائم ومتواصل، ويكون فيها تطوير لآليات الاتصال وتطوير الكفاءات اللي كتشتغل داخل الوزارة داخل الوزارات وعندها كمهمة التواصل والإعلام لفائدة المواطنين بالدرجة الأولى، ثم تواصل ما بين القطاعات وكذلك تواصل مع الشركاء القطاعيين.